يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: دخلت في مساهمة، وبعد سنتين وأشهر صرف لي رأس المال مع الأرباح. السؤال: دخلت إيش؟ دخلت في مساهمة. نعم. وبعد سنتين وأشهر صرف لي رأس المال مع الأرباح. سؤالي: كيف يتم إخراج الزكاة؟ على الجميع، زكي الجميع، رأس المال والأرباح، لأن الأرباح تابعة لرأس المال. نعم.